بنرجع مرة تانية مع الملاعب العربية، والبداية من الإمارات. والعين الإماراتي يجدد عقد مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش. أعلن نادي العين الإماراتي تجديد عقد مدربه الكرواتي زلاتكو داليتش بموجب عقد جديد يمتد لموسم واحد وينتهي بنهاية الموسم المقبل 2016-2017، وذلك بحسب بيان أصدر نادي العين مساء أمس من خلال حسابه على موقع تويتر. كان العين قد تعاقد مع زلاتكو في مارس 2014 خلفا للإسباني كيكي فلوريس، وحقق الكرواتي لقب كأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي وكأس الصداقة الإماراتية المغربية على حساب الوداد البيضاوي وكأس السوبر الإماراتي، فضلا عن الوصول إلى دور الثمانية في دوري أبطال آسيا. وبعد عقد فوساتي، الريان القطري يجدد عقود محترفيه الأربعة. قررت إدارة نادي الريان القطري برئاسة الشيخ سعود بن خالد الثاني تجديد الثقة في المحترفين الأربعة كاسيريس غارسيا وميونيغ وفييرا ليكونوا مع الفريق في الموسم المقبل الذي يتطلع فيه الريان للدفاع عن لقب بطولة الدوري الذي أحرزه هذا الموسم بعد غياب استمر لمدة 22 عام. يأتي ذلك بعد تجديد عقد المدرب الأراغوي يعني خارخي فوساتي لمدة موسم آخر، فضلا عن مجموعة اللاعبين المحليين الذين تضمهم تشكيلة الريان ليكون الاستقرار على كافة الأصعدة في الفريق الملقب بالرهيب. والجزائري براهيمي يقترب من الانتقال لتشيلسي الإنجليزي. اقترب الجزائري ياسين براهيمي جناح نادي بورتو البرتغالي من الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وسط أنباء قوية عن اقترابه من الانضمام لصفوف تشيلسي الإنجليزي وسط اهتمام من أندية ليفربول.